قديما قال: الشعب المصري يأكل الفول في الإفطار، وفي الغداء يتناول كرة القدم، وعلى العشاء أم كلثوم. لكن حديثا ظهر جيل يقول: عامر الوكيل يقلب صفحات أول مجموعة أولتراس في مصر مع انتهاء العقد الأول لهم، أولتراس في 10 سنين. من كان صاحب الفكرة؟ وكيف كانت البداية؟ اقترح عمرو فهمي، وده يمكن كان هو الوحيد اللي عرف الناس يعني ايه أولتراس، واقترح ان ليه ما يتمش يبقى موجود في مصر مجموعه أولتراس على غرار المجموعات اللي موجوده في دول شمال افريقيا، تونس والمغرب والجزائر وليبيا. وقال يا جماعه احنا لازم، احنا نادي الاهلي واكبر نادي موجود في الشرق الاوسط، لازم عندنا مجموعه أولتراس. طب ايه الأولتراس ده؟ قال مجموعه الأولتراس دي بتبقى يعني ليها منتاليتي او ليها عقليه خاصه بيها. الفكره بدات منبوذه من وسط المجتمع، على اساس ان الناس بتقول ان الالفاظ الخارجه هو اللي دخلها مجموعات الالترا. طبعا ده مش حقيقي، الناس بتنسى او بتتناسى ان لما كان زمان كابتن جوهري بيتغلب في ماتش اليونان 5 او ماتش السعوديه في كاس القارات كانوا بيشتموه بالاب وبالام. اكتمل اول بانر للالترس وذهبوا به لحضور مباراه الاهلي وانفي في الدوري الممتاز في 13 من ابريل نيسان 2007 باستاد القاهره. فوجئنا ان مجرد انها كانت حاجه احداثيات جديده بالنسبه لنا نشوف بانر بالعرض ده، بالعرض الدرجه الثالثه شمال كله، طبعا رحنا منعناه. ليه كانت ما سالناش بعضينا ليه؟ لما فتحنا البانر بعد كده لقينا فيه شعار النادي الاهلي. البانر ده عمل لنا مشكله معاهم لحد الدقيقه 17 من بدايه الشوط الاولاني، رفضنا ندخلهم وهم رافضين يخشوا الا بيه، ودي كانت اول انكسار للجهات اللي هي منوطه بالمباراه. احنا دخلناهم بعد الدقيقه 17. إذن ارتبط ظهور شباب الألتراس من البداية بالخلافات بينهم وبين أطراف من اللعبة. يعني بعد كده تيجي تشجع فريقك أهلاوي زملكاوي عفريت أزرق تجيب سنجة معاك، ما تجيبش علم، الناس بتقول كده. سلوكهم اتغير بعد 25 يناير. لما قبل 25 يناير كان بيبقى بأمانة، كان بيبقى في تنسيق معاهم، مش تنسيق لان الشرطه عاجله، لا الشرطه خضراء. الهجوم اللي حصل على الألتراس في البدايه خلى الناس كتير عايز تعرف ايه الألتراس دول، فالناس ابتدت تيجي وتشوف الألتراس، فبييجوا بيوصلهم ويلاقوا شباب هم جايين يشوفوا ناس وحشه بقى وشريره وحاجات اللي بيسمعوها دول، بيصطدموا ان شباب منظم بيحترمهم في المدرج، بيستقبلهم استقبال كويس. لما ظهروا كان عدد صغير، 1500 بالنسبه للمدرجات بتساع بالالافات كان عدد صغير، مع التعارض ما بينهم وما بين الأمن وما بينهم وبين الإعلام عددهم زادت قرب المليون شاب من روابط المشجعين الألتراس في جميع المحافظات، وكان آخرها محافظة الوادي الجديد اللي بدأت تتعمل فيها رابطة للمشجعين الأهلي كمان. عقلية الألتراس ترفض التعامل مع الإعلام، وقد بادلهم بعض الإعلاميين العداء من البداية، ووجه إليهم اتهامات بأنهم شباب منحرف يتعاطى المخدرات. هتلاقي إعلاميين بيتبلوا على الشباب، يعني تلاقي إعلامي بيطلع يقول لك بصوا العيال بيقعدوا بالأربع والخمس ساعات بيقعدوا يشجعوا ويتنططوا وما بيتعبوش، الترامادول، الناس دي بتاخد ترامادول، ده شغل الترامادول. في نفس الوقت بتلاقي نفس المذيع هو بيعمل استوديو تحليلي بال 12 ساعة على الهواء، بيطلع من الساعة 4 الظهر للساعة 4 الفجر. طب ده ما بياخدش ترامادول؟ توجد مبادئ أساسية لدى أولتراس في جميع أنحاء العالم، أهمها يمنع تماماً التوقف عن التشجيع طوال المباراة، ممنوع الجلوس أثناء المباراة، يجب السفر خلف الفريق وحضور أكبر عدد من المباريات، ممنوع تلقي أي تمويل من أحد، لكن دائماً توجه إليهم اتهامات بتلقي تمويل. هو ما فيش ممول للجروب، ومفيش حد بيمول الجروب، الجروب بيمول نفسه بنفسه. ده ازاي؟ ان الجروب بينزل منتجات، تي شيرتس، سويت شيرتس، كابات، كل الاكسسوارز دي او الملابس دي بتنزل للاعضاء وغير الاعضاء، بيتنمى بيها موارد الجروب عشان الصرف على الدخلات.
في الوقت ذاته هناك من يفند روايتهم عن التمويل قائلاً إن ما يصرفه الأولتراس على الدخلات والسفر خلف الفريق يتكلف أموالاً طائلة لا يمكن أن يوفرها لهم عائد بيع منتجاتهم. الدخلات فن جديد قدمه شباب الأولتراس في التشجيع، هم يرسمون فيها لوحات بجمل تشجيعية وشعارات تعبر عنهم، لكنهم لم يكتفوا بذلك بل أصدروا ألبومين من الأغاني تتحدث تقريباً عن جميع أفكارهم. مفيش أي تدريب على أي انترو بيتعمل في بداية أي مباراة أو أي دخلة، هو الموضوع كله بيبقى تجميع داتا. أنت عندك عدد الكراسي بتحطها على شيت إكسل على شكل الرسمة أو الكلمة اللي أنت عايز ترسمها أو تكتبها، بتحط الجلاد بالأرقام، ومجرد أنه بيخش المشجع في المدرج بيعرف الرقم اللي على الجلاد، لما حد بيرفع له رقم هو بيرفع الرقم اللي على الورقة بيعمل الشكل اللي أنت بتشوفه. أكتر كيان بعد القوات المسلحة منظم. يعني إيه؟ يعني حضرتك لما نيجي بنقول التجمع في المكان الفلاني الساعة كذا تلاقيهم الساعة كذا، التحرك كذا كذا، شوف الكابو لما بيجي يتحرك يمين كله يمين، يتحرك شمال كله شمال. وكما كان للألتراس خصوم، كان لهم أيضا أصدقاء بدلوهم الحب والدعم حتى من قبل ظهورهم. معظم الناس اللي قربت للجروب عشان هم عايزين الجروب ينجح وعشان عايزين النجاح للأهلي، مش عشان هم عايزين يقربوا للجروب وخلاص كمركز قوة. طبعا واحد زي الساحر مانويل جوزيه ده كان أب روحي للناس كلها. أذكر مباراتنا في تونس ضد الصفاقسي عندما تعادلنا في المباراة الأولى بهدف لهدف في نهائي دوري الأبطال. احتفل الفريق التونسي في القاهرة وكأنه فاز بالبطولة، وكان لدينا مباراة أخرى لكن المشجعين وخاصة الألتراس سافروا خلف الفريق لتونس وآمنوا بنا وفزنا بهدف مقابل لا شيء. لا أحد كان يصدق أننا سنفوز باستثناء أنا والفريق والألتراس فقط. كثيرون يرون أن غالبية الألتراس شباب عاطل جاهل، رغم أن كرة القدم تستهوي جميع فئات المجتمع منذ ظهورها في بدايات القرن الماضي. ألتراس أهلاوي هي شريحة من المجتمع، فيها اللي من طبقة اجتماعية عالية وفيها من الطبقة الاجتماعية قليلة، فيها المثقف وفيها غير المثقف. على حسب الدراسة فوق عن 80% من الألتراس أو من شباب الألتراس متعلمين. الخلاف بين الألتراس والإعلام أخذ شكل التراشق بالألفاظ، لكن كان هناك خلاف من نوع آخر مع وزارة الداخلية والذي بدأ أيضا كلاميا. هتافاتهم مش تشجيع للعيبة، المفروض يعني الرياضة دي أخلاق مش تشجيع للعيبة، لا دي شتيمة في اللعيبة وفي الشرطة. الشرطة مالها؟ الداخلية ما كانتش متعودة على ده، مش متعودة ان حد هي تشتم حد وحد يقول لا ما تشتميش ولا تشتمتني هشتمك. وسبحان الله اللي حذرت منه على مدار سنتين ونص او ثلاث سنين في الألتراس حصل، بس يعني انا بحمد ربنا انا كنت خرجت من المجموعة، وكان عندي تخوف دايما من حتة الاصطدام مع الجروبات الأخرى، وكنت دايما بحذر من الصدام بالشرطة. كنت بحاول أحافظ على الأولاد الصغيرين، خاصة إن العدد كان أنا كنت حوالي 27 سنة وكان معانا مجموعة كبيرة جدا كان سنهم صغير، لكن اصطدمت بعقليات شباب عنده يعني سنة حماس زيادة عن اللزوم، وبيشوفوا فيديوهات بره وبيشوفوا الألتراس عامل إزاي بره وبيشوفوا اللي بيحصل، فعايزين ينفذوه بالظبط. ما
بدأ أول صدام أو أول مواجهة مع أجهزة الأمن كانت في مباراة ودية بين الأهلي ونادي كفر الشيخ في جوه النادي الأهلي في استاد مختار التتش. كان ساعتها التفتيش بيبقى متعند جدا ضد استخدام الشماريخ، فكان أي حد بيولع شماريخ في استاد القاهرة بيتقبض عليه وبيتمرمط، ولكن كان بما أنه ده ماتش كان ماتش ودي فاحنا قلنا احنا جوه بيتنا هنشجع بالطريقه اللي تريحنا ومحدش هيقول لنا ازاي نشجع طالما مش هنأذي حد، محدش ليه عندنا حاجه. فقررنا ان احنا نولع شماريخ، حصل تعامل من اجهزه الامن، التعامل اللي كان عنيف، حصل تعدي وضرب. فهنا الشباب قالت لا احنا مش هنضرب ونقعد ساكتين، الشباب راحت قالت المعامله بالمثل، اللي هيضربنا هنضربه. الخامس والعشرين من يناير 2011 يجد شباب الألتروس أنفسهم في قلب الثورة ضد نظام حسني مبارك. الشباب يقومون بأدوار لافتة فيما عرف بموقعة الجمل ثم أحداث شارع محمد محمود وسواه. في فرق كبير قوي بين السياسة والوطنية. ثورة يناير هي ثورة وطنية مش سياسية أبداً، بس انت لما بتنزل الميدان عشان احداث سياسيه معينه بتنزل تلاقي صديق ليك من اصدقائك فبتقفوا مع بعض فبتبقوا شله. الشله دي من الجروب، لكن الجروب باسم الجروب رسميا ما نزلش باسم الجروب في الثوره، ولكن احنا نزلنا كاشخاص واصدقاء كلنا وقفنا مع بعض في وقت واحد. عبودي إبراهيم أحد شباب أولتروس المعتصمين في شارع مجلس الوزراء يتعرض لضرب مبرح من الشرطة العسكرية في 16 من ديسمبر كانون الأول 2011، لتكون الشرارة التي أدت لما عرف بأحداث مجلس الوزراء واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين اعتصموا اعتراضاً على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيساً للحكومة. الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو 17 شخصاً وإصابة المئات. شباب أولتروس يركبون القطار في الأول من فبراير شباط متجهين إلى بورسعيد خلف الأهلي لتشجيعه أمام النادي المصري، لكن هناك من قرر إيقافهم عن التشجيع ومن ثم عن الحياة. هذا المشهد مشهد غير أخلاقي وغير رياضي. وقعت كارثة استاد بورسعيد وسقط 72 من مشجعي الأهلي قتلى، لتكون الجريمة الأكبر في تاريخ كرة القدم حول العالم وتستحق الحداد في العديد من الملاعب الدولية. يوم المجزرة كان يوم غريب، كان في حاجات مريبة في الاستاد. أول مرة اللي بيروح الاستاد على طول عارف إن دايماً التراك بيبقى عليه كلاب بوليسية. أول مرة نشوف إن مفيش ولا كلب بوليسي موجود في التراك. اليوم ده لو كان في 5 كلاب بوليسية مثلاً ما كانش في حد قدر ينزل من المدرجات. لقينا تواجد أمني مكثف جداً، لقينا تواجد من الجيش مكثف، لقينا بين الشوطين بينزل كل شوية مجموعة من المشجعين المصري بشماريخ وباراشوتات ينزلوا يضربوها على مشجعين الأهلي ويرجعوا تاني. لقينا ان الجمهور المصري هو المتحكم في دخول وخروج الجمهور والمتحكم في تنظيم الماتش من هيئه الاستاد. لقينا ان الحكم، ودي كانت غريبه، ان الحكم اوضته بتبقى مع اوضه الفريق الضيف المفروض، لقينا اوضته مع اوضه المصري. اول ما الحكم صفر نزلت مجموعه من العساكر خلف مانويل جوزيه والحكم وبعدوهم، محدش حاول يمنع حد. لما النور طفى جمهور المعتادي دخل على المدرج معاه عصيان فل بتنور في الضلمه. طب دي كانت هدفها ايه؟ في اليوم التالي للكارثه اقيم عزاء كبير امام النادي الاهلي، حضره كل اطياف المجتمع وعلى راسهم أولتروس وايت نايتس من مشجعي نادي الزمالك الغريم التقليدي للاهلي. تزامن مع العزاء اشتباكات بين متظاهرين حملوا أعلام أولتروس الأهلي والزمالك مع الداخلية في شارع محمد محمود، لكن شباب أولتروس نفوا صلتهم بها. قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق كل من 26 من يناير كانون الثاني 2013 يصدر حكم بإعدام 21 شخصاً من المتهمين بقتل شباب الأولتروس
فيثور غضب عارم في بورسعيد. تخرج مظاهرات تقع خلالها اشتباكات مع الشرطة تسفر على مدار يومين عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وشرطيين. محمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي. أنا أقدر أقول إن محمد عادل محمد شحاتة الشهير بحمص الجرايد قعدت تكتب عليه تلات شهور. لو محمد ما كانش معايا في الماتش وأنا كنتش معاه كنت صدقت الكلام اللي اتقال زي ما ناس كتير صدقته. والقضاء ده مش قرآن، ده القضاء ده بشر، وبشر ما حكموناش، يعني بشر حكموا علينا ما تحكمناش. وفي التاسع من مارس آذار يخفف الحكم ليصل إلى إعدام 11 شخصاً وأحكام بالسجن على عدد آخر، بينهم مدير أمن بورسعيد اللواء عبد الحميد سمك ومدير أمن النادي المصري اللواء محسن شتاء. عقب الحكم يخرج بعض الغاضبين ليحرقوا مقر اتحاد الكرة ونادي الشرطة. والشرطة هي اللي بتصدر الأحكام دي؟ مش في تحقيقات نيابة، في حكم قضاء. احنا قضاءنا نزيه الحمد لله، وتحقيقات النيابة برضك موحدة ونزيهة. يبقى الشرطة ايه بقى؟ احنا المفروض هم زعلانين عشان القانون بيطبق عليهم. في فبراير شباط 2017 تسدل محكمة النقض الستارة على القضية برفض سائر الطعون وإعدام 11 شخصا، بينما يحصل اللواء مدير أمن بورسعيد واللواء مدير أمن النادي المصري على عفو رئاسي. الحكم مش عنوان الحقيقة، الظلم عنوان الحقيقة، الظلم عنوان الحقيقة. احنا كلنا زعلانين على اللي حصل في بورسعيد، والله يكون في عون اهاليهم، واخد حقنا. انما القانون خد مجراه، اللي عنده حاجة بيقدمها. في جهات كتير كانت شغالة في هذه التحريات وانتهت، وقاعدين بيحكموا فيهم بقالهم فترة كبيرة، وصدرت الأحكام الأخرانية. لازم نقول قضاء تعظيم سلام. حسن المجدي شاب من المحكوم عليهم بالإعدام، قدم كابتن النادي الأهلي عماد متعب شهادة بالشهر العقاري بحقه، يقول فيها إنه شاهده في غرفة النادي الأهلي وهو يبكي خائفا فقام بتهدئته. اتلقت اسم ابني بيجي في الإعدام بقى تصوت، فهو قال لي اتخض لما لقينا أنا بصوت، بقول لباي يقول لي يعني إيه يا ماما، يعني إيه، ما هوش فاهم يعني إيه حالة الأوراق للمفتي. فإحنا قلنا نمشي قانوني، احنا نلاقي هرب ابن ناس قاعد يقولي لي هربين تزيه تسبيه مش عارف ايه. فقلت لا ما هربوش، هربوا ليه وابني ما عملش حاجة وما فيش دليل ضده، وبالعكس ده فيه ادلة بتثبت ان ابني فعلا بريء وما عملش اي حاجة معانا. يعني كان هو حكينا بقى على كابتن عماد متعب، يعني هو اهلاوي هيقتل اهلاوي الايه؟ طب اهل فكرة في كده. لكن يبدو ان حكم محكمة النقض لم يسدل الستارة على القضية، فهناك ما يجري في الكواليس. جه مكالمة لأحد الأهالي وهو اسمه الأستاذ أحمد سري من الدكتور شوقي علام، وهو طبعا مفتي الجمهورية، بيطلب منه أنه هو يعمل مع الأهالي اجتماع في المعهد الإسلامي في جاردن سيتي، وقال له أنه هيكون معانا يعني شيخ الأزهر، البابا توادروس، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وعايزين يعملوا الاجتماع. طبيعي إن الأستاذ أحمد سري سأله يعني إيه سبب الاجتماع، قال له يعني إحنا عايزين يعني نسهل الأمور شوية، وإن في 11 واحد واخدين إعدام، إنما أكيد إحنا بنرفض اي حته تفاوض، لانه في الاخر ده حق دم بتاع ولادنا. ما زلت مذهول ان الناس بتطلب مننا الموضوع ده، وانا مش عارف الهدف من مؤسسات الدوله ان هي تعمل ايه. غالبيه مشجعي كره القدم تعاطفت مع شباب الألترس عقب كارثه بورسعيد، وتقريبا
اتحدت مجموعات أولتراس في مصر بمختلف ألوانها معهم باستثناء أولتراس المصري. أكبر اجتماع أو أشهر اجتماع اتعمل للمجموعة كان اجتماع بين أولتراس أهلاوي وأولتراس وايت نايتس، كان في الباركينج بتاع البانوراما قدام استاد القاهرة، وساعتها اتجمع أكتر من 35 ألف واحد في الشارع بعد قضية بورسعيد. فكان في تعاطف غير عادي من مجموعات الأولتراس في مصر مع أولتراس أهلاوي، فكان في اجتماعات كتيرة قوي تنسيقية. لم يكن تضامن أولتراس وايت نايتس من مشجعي نادي الزمالك مع أولتراس أهلاوي في الاتفاق على المواقف فقط، بل تخطاه إلى مأساة حلت بهم أيضاً في 8 فبراير شباط 2015. افتح بنموت، عبارة رددها المئات من شباب أولتراس وايت نايتس قبل أن يسقط منهم 22 شاباً صرعى نتيجة التدافع والفوضى أمام بوابات استاد الدفاع الجوي التي أغلقت في وجههم عندما حاولوا حضور مباراة فريقهم الزمالك أمام إنبي. إحنا جايين نعمل إيه؟ إحنا جايين نشجع ماتش، إحنا جايين نشجع ماتش، مش جايين نعمل أي حاجة. ويبدو أن المدرج يعني الكثير بالنسبة لهؤلاء الشباب. سيبه يطلع شقيته جوه المدرج. المدرج حياة عند ناس كتير، يعني اللي مفهمينه أن المدرج هو حتة مني، أنت عرفت فيه معنى الحياة. أولتراس جماعات إرهابية بقرار من لجنة الأندية التابعة لاتحاد الكرة، ثم حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مايو أيار 2015 يقضي بأن روابط الأولتراس إرهابية، وهو ما قوبل من الشباب حينها بموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. 2 فبراير شباط 2016، هتافات الأولتراس في استاد مختار تيتش بالأهلي خلال الذكرى الرابعة لكارثة استاد بورسعيد هزت أرجاء مصر، وهو ما تبعه مبادرة لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بأحد البرامج دعا فيها شباب أولتراس للهدوء والاطلاع على سير التحقيقات في القضية. ما هو سيادة الرئيس لما بيدعو إلى مبادرة ولا بتاع ده زي ولاده. احنا ليه بنقول على المشير طنطاوي قاتل، او احنا بنتهمه او بنقول الشعب يريد اعدام المشير؟ لان هو الكبير في الوقت دوت، وفي اكتر من 22 واحد استشهدوا متاثرين بجراحهم. فلو كان في عربيه اسعاف واحده كانت موجوده كان في ناس كتير قوي اسعفت وكانت ماتت. كان في جلسه فض الاحراز في المحكمه، المحكمه اثبتت ان في بعد الجون الثالث في عربيه الاسعاف اللي كانت موجوده في الاستاد خدها مشجع وخرج بيها بره الاستاد خالص. ومين اللي هيتحكم في الشرطه، ومين اللي بيتحكم في الاسعاف، ومين بيتحكم في السكه الحديد، ومين اللي بيتحكم في استاد بورسعيد؟ كل دي مؤسسات في الدوله. ايه كان بيقول مشير طنطاوي؟ سياده المشير طنطاوي هيروح يقتل مشجعين كره؟ ده هو من احسن من اكبر مشجعين الكره اللي كانوا بيحضروا الماتشات، واكبر دعم للرياضه في مصر. واخبرك معايا، هو هيروح يقتل ده اسمه كلام. مبادره الرئيس السيسي اختفت، وزادت الملاحقات الأمنية لشباب الأولتراس، وألقي القبض على كثير منهم قبل إحياء الذكرى 5 لكارثة استاد بورسعيد في فبراير شباط الماضي. وما زال قرار منع الجمهور من حضور المباريات سارياً منذ مأساة استاد الدفاع الجوي، وهو ما يؤدي للكثير من أحداث الشغب. فأحد شعارات الأولتراس الكرة للجمهور. عملية منع الجمهور انه يحضر المباريات دي لأسباب أمنية وأسباب سياسية برضك، يعني أكيد فيها أسباب أمنية وسياسية، لأن أنت ممكن يستغل أي تجمع من صغار السن لعمل شيء من أطراف إحنا ما نعرفهاش، وإحنا دولة مستهدفة، وأنت شايف الإرهاب واللي بيستخدموا فيه والحاجة دي. الكرة تتراجع في مصر لأن الدوري يلعب بدون جمهور. لكي تزدهر الكرة تحتاج الفرق إلى الجمهور، وتحتاج خاصة للألتراس. لذلك يجب أن ينسى الألتراس السياسة الآن ويفكروا في كرة القدم فقط. وعلى الشرطة أن تفهم أنهم صغار جدا ويحبون ناديهم، ويجب أن تفهم الشرطة أنه إذا قام أحدهم بخطأ أو مشكلة فهذا لا يعني أن المشكلة في مجموعة الألتراس كلها. ومن الطبيعي مع سنهم الصغير أن ما في القلب يخرج سريعا على اللسان.
الهدف من التعامل الأمني هو طبعا هو القضاء على كلمة أولترس، بس مفيش فكرة تنتهي. جيل بيسلم جيل بيسلم جيل بيسلم جيل، طول ما فينا النفس وطول ما الفكرة موجودة هيفضل الألترس موجود كان باسمه أو بأسماء تانية. أولترس ارتكبوا الكثير من الأخطاء، لكن لم يضعوا أي مساحيق لإخفاء عيوبهم أو تجميل خطاياهم كما يفعل بعض منتقديهم، وكأن لسان حالهم ينطق: نحن لا نكذب ولا نتجمل، فمن كان منكم بلا خطيئة فليرمنا بحجر.